اغلبنا عسى ربي يحفظ الجميع لما يروح يزور المستشفيات دائما يشوف الاعلانات الخاصه او البوسترات الخاصه بجمعيه صندوق اعانه المرضى. منا من يعرف دورها وواجباتها اللي قاعد يقومون فيها مشكورين، ومنا يجهل بعض الادوار الانسانيه المتميزه اللي تقوم فيها جمعيه صندوق اعانه المرضى. لذلك اليوم راح يكون معنا رئيس مجلس اداره جمعيه صندوق اعانه المرضى الدكتور محمد الشرهان اللي راح يعطينا اكثر عن دور هذه الجمعية. الساعة المباركة يا دكتور، بشرفنا ونورنا يا اخوي الغالي. حياكم الله، مشكورين على الاستضافة. الساعة المباركة. يا هلا ومرحبا فيك. دكتور، ودنا نعرف المشاهدين بدور جمعية صندوق إعانة المرضى منذ تأسيسه بعام 1999. بسم الله الرحمن الرحيم. صندوق إعانة المرضى أول ما تأسس يعني تأسس على يد مجموعة من الأطباء حديثي التخرج توهم، انما شافوا في يعني بعض النقص في المستشفيات وزارة الصحة، فحبوا انه يعني يساعدون، قاموا يساعدون هالمريض بهالطريقة وهالمريض بهالطريقة. ثم اجتمعنا مع بعض قلنا لا، خلينا نساعده في طريقة مؤسسية اكثر ومنظم اكثر العمل، فأسسنا صندوق إعانة المرضى. صندوق وقتها كنا لجنة من لجان جمعية النجاة، فكانت جمعية النجاة الخيرية نعمة الحاضن لهذه المؤسسة الصغيرة، واستمرنا وياهم إلى أن أشهرت جمعية صندوق إعانة المرضى في 2005، واستمرت جمعية نفع عام يعني مستقلة. العمل يعني من البداية إلى الآن يدور حول المريض، علاجا وتأهيلا ووقاية وتوعية، حتى يعني كنا يعني ما ندخل في موضوع حفر الآبار احنا في خارج الكويت، يعني إلى أن شفنا أن الناس يعني تشرب ماء مو نظيف فيمرضون، فقمنا نحفر لهم آبار عشان يشربون ماء نظيف. الوقاية خير من العلاج. بالضبط. إنزين دكتور، علشان ناخذ التفصيل بشكل مبسط، الدعم اللي يأتيكم هل من أعمال الخير، من اللجان الخيرية، من الناس اللي فيهم الخير وبكوا إن شاء الله هم كثر في إعانة ميزانية صندوق إعانة المرضى، أو هناك في تخصص أو تخصيص مالي من الدولة؟ عطني أكثر عن الجانب المادي اللي من خلال تقومون في مشاريعكم. والله دعم الجمعية يأتي من عدة مصادر، أكثرها الناس العاديين جزاهم الله خير اللي تعاطفون ويا مشاريع الجمعية إذا طرحتها سواء داخل أو خارج الكويت، فيجينا يعني من خير الله، أو أن المتبرعين الرئيسيين اللي هم سنويا يعني يبرون الصندوق بزكاتهم أو صدقاتهم، أو الجهات الداعمة سواء يعني الحكومية أو الخاصة، من أمثال الأمانة العامة للأوقاف مثلا، بيت الزكاة، وزارة الأوقاف كذلك، وهكذا يعني هذه الجهات اللي تدعم الصندوق. إنما دعم مباشر من الحكومة لا، ما نتلقى دعم مباشر من الحكومة. يعني تكلمت دكتور عن دور الجمعية في حفر الآبار، نفس ما تفضل دور الجمعية الصندوق هو دور وقائي علاجي تثقيفي وذوعي نفس ما تفضلت. الآن ما هي أهم وأبرز إسهامات جمعية الصندوق داخل الكويت؟ احنا يعني نفخر أمانة بأن يعني الذراع المساعد لوزارة الصحة، ما نقارن به طبعا بعمل وزارة الصحة، عمل كبير جدا الله يعينهم ووفقهم، إنما أقصد بنفس التوجه ونفس التخصص. كذلك كان لنا حتى في وزارة الصحة كان لنا بعض الإسهامات، يعني مستشفى القصر مثلا في منطقة القصر، في منطقة القصر في الجهرة، يعني احنا لله الحمد اللي بنيناه بجمع من عدة جهات، كان أهم جهة مؤسسة الكويت التقدم العلمي بإعاز من الشيخ جابر الأحمد رحمه الله، وعدة مشاريع أخرى قمنا بها داخل الكويت. إنما يعني أهم ما نقوم فيه بصفة يعني مستمرة هو علاج المرضى.
توفير الأدوية مثلا للي معتاز، الأسر المتعففة دكتور، علشان تشرح لي هذه الجزئية. نعم. وجميل الجملة اللي حضرتك تفضلت فيها، نحن ذراع مكمل لما تقوم فيه وزارة الصحة. هل يكون في تنسيق مسبق أم هناك من خلال الجمعية، جمعية صندوق إعانة المرضى، أنتم عندكم فريق عمل يرصد المتعففين اللي مو قادرين يصرفون على ذاتهم بعلاجاتهم؟ شلون تكون الآلية دكتور محمد؟ نعم، بيننا وبين أقسام الخدمة الاجتماعية في المستشفيات تنسيق كبير صراحة، وهم اللي يعني يتحرون في المستشفيات أو أن يراجعونهم نفس المرضى بإعاز من الطاقم اللي موجود في الأجنحة. بعد ما يجيهم المريض يعبون الاستمارته يرسلونها لنا. صحيح. إحنا كذلك عاد يدخل في النظام مالنا وتبحث حالته ويساعد على حسب يعني قدرته. إحنا يعني نفخر أمانة بأن يعني المساعدات اللي نقدمها مساعدات للجميع، ما ننظر فيها لأي شيء سوى أن يكون المتقدم مريض ومحتاج فقط، خلاف ذلك جنسية أو دين أو عرق أو كذا ما ننظر إليه إلا الإحصائيات، لكن لتقرير العلاج يكون مريض ويكون محتاج يدخل النظام، ثم بعد ذلك الجود من الموجودات والجميع يدش في هذا. نعم دكتور محمد، هل هناك شرائح من المرضى معينة ممكن هي تكون المستفيدة من الصندوق؟ يعني ماكو شرائح دون شرائح. نعم. لكن مثل ما قلت مساء، إذا كان مريض فعلا محتاج فعلا دخل في النظام. نعم. ثم بعد ذلك عاد يقرر يعني إيش كثر أنت ساعدك. بس دكتور أعتقد قصد ليلى وهي أدرى في قصدها أن في بعض العلاجات مثلا الله يكافي الشر غسيل الكلى مو الكل مقتدر، أمراض القلب مو الكل قادر مثلا يسوي القسطرة، هل يعني هذا يكون في دور أكبر بالنسبة لصندوق إعانة المرضى؟ نعم، الأمراض تتفاوت. صحيح دكتور. صحيح. يمكن أكثر الأمراض اللي تحتاج إلى دعم دائم وكبير هي أمراض السرطان مثلا. بالضبط. الله يكافينا وإياكم والمشاهدين. آمين يا رب. إحنا لما نساعد المريض نبحث في حالته، نبحث كم معاشه، كم عنده في البنك، كم. فبعض المرضى لا نساعده في كل قيمة العلاج، بعض المرضى نقول له لا أنت تقدر تساهم ويانا. صح. فاحنا حنشيل منك الجزء، قول مثلا 75% لازم انت تدفع يعني شويه. صح. وتحمل. بعض المرضى نقول له لا ترى انت حسابك في البنك ما شاء الله يعني، وانت اولى بالصرف على نفسك. برافو. ونمتنع عن هذه. فالقصد انه هي عمليه انه المريض والمحتاج ثم على حسب مثل ما يقولون يعني سكور معين يعني يصرف على المرضى بهذه الأسلوب. نعم، نفس ما تفضل نادر، لربما يتم إعانة مرضى السرطان وهم الشريحة الأكبر، لربما مرضى غسيل الكلى المحتاجين، كذلك القصد أنه ماذا عن المتضررين من الحوادث، المرضى الذين لم يستطيعون القيام بكافة أعمالهم بسبب تقدم المرض فيهم؟ يعني مرضى الحوادث واللي راجعون المستشفيات واللي طبعا الحمد لله حسب نظام وزارة الصحة أن الحالات الطارئة تعالج بالمجان. نعم. لله الحمد الدولة مغطيها الكلام. الحمد لله. إنما الأمراض الأخرى اللي يضطر المريض أن يدخل المستشفى بس ما عنده ما يغطي الأشعات التشخيصية. صحيح. ما يغطي بعض أجهزة فحوصات المختبر المتخصصة. فهني يدخل دور صندوق إعانة المرضى بأن احنا نغطي هذا، احنا قاعدين يعني نسدد لوزارة الصحة يعني مئات الآلاف من الدنانير سنويا فقط في هالبند هذا اللي هو تغطية تكاليف يعني بقاء المستشفى، بقاء المرضى في المستشفيات. نعم دكتور محمد، ماذا عن المتضررين من الحوادث اللي ربما يفقدون أطرافهم ويكونون بحاجة لأطراف صناعية، هل يقوم صندوق إعانة المرضى بمساعدة هؤلاء الذين لا يتمكنون من العلاج؟ طبعا ما في شك يعني يدخل في النظام العام اللي هو مريض. نعم. ومحتاج إلى دعم لتركيب طرف صناعي،
بالتعاون مع قسم الأطراف الصناعية في مركز الأطراف الصناعية اللي في الكويت نقوم بذلك ما في شك، ويعني لنا يعني سجل طويل لها الحمد في هذا المجال سواء داخل ولا خارج الكويت. خارج الكويت كذلك يعني احنا بنيجي لشغلي خارج الكويت، لكن خلني في داخل الكويت. وقبل اروح التقرير بعد اذنك سعود، بس جزئيه صغيره علشان لا تفوتني هذه القصه، قصه التنسيق مع وزاره الصحه دكتور محمد فيما يخص الحالات المتعثره او المستحقه في هذا الجانب. طيب اذا ياك شخص دكتور لجمعيه صندوق اعانه المرضى قال لك دكتور انا معسر في عمليه توفير علاج خاص فيني، تقدر تساعده ولا لازم يكون له ملف وحالة مسجلة في المستشفيات؟ طبعا لازم يكون، لازم نثبت أنه هو المريض فعلا مريض والمريض فعلا محتاج. نعم. يعني عشان يدخل في النظام يعني ولا يعني. أنا أقصد هو أكيد حتما كان في المستشفى، لكن يعني من غير ما أنتم ترصدون هو يا من طوعيا دكتور محمد يقول لك أبي إعانة الصندوق. هو أو حتى ولده أو أخوه أو أي أحد أقاربه وهو قاعد في المستشفى، لا يجينا ويفتح الملف هو عندنا ونحن ننسق ويا المستشفى ترى هذا المريض يعني احنا هنكفله، فيقوموا باللازم ثم يحاسبوننا بعدين. نعم. يعني وارد هذا. اذا لربما نادر انت قصدك ودك تسال انه ما هي اليه التقديم والاوراق المطلوبه؟ شكرا. نعم. ايضا الاليه سهله جدا لله. نعم. الحمد يعني في السابق قديما يعني كان ياخذ كذا يوم، يعني الان لا بنفس اليوم يكون خالص المريض إذا أوراقه كلها جاهزة، يكون خالص ملفه ويدخل على اللجنة ويأخذ قراره بنفس اليوم، وبالتالي الوضع الحمد لله سريع ومطمئن. علشان افتح معك صفحة أيضا المساعدات والمساهمات اللي تقوم فيها جمعية صندوق إعانة المرضى في خارج الكويت، تبارك الرحمن 44 عام مضى على إنشاء هذه الجمعية الخيرية إنجاز التعبير لي. التقرير يلخص لنا بعض المواضيع ومن بعد العودة للحوار مع الدكتور محمد الشرهان. شفنا ما شاء الله نادر تبارك الرحمن المساعدات المقدمة خارج الكويت أكيد لا تقل عن المساعدات المقدمة داخل الكويت، لكن إخواننا في الخارج كذلك منهم الكثير يحتاج هذه المساعدات. ونفس ما تفضلت كنا واقفين مع الدكتور محمد عن آلية التقديم. صحيح. والأوراق المطلوبة دكتور محمد، فياريت ودنا توضح لنا ما هي الأوراق المطلوبة الذي يقدمها المريض ليستلم هذه المساعدة. نعم، احنا قلنا مساعة انه يجب ان يثبت انه مريض ويجب ان يثبت انه محتاج. نعم. عشان يثبت انه مريض نبي تقرير طبي. صحيح. من المستشفى او من هذا. عشان يثبت انه محتاج نحتاج الى شهاده راتب. صح. كم يدخل وكم وكذلك حسابه في البنك كم فيه، يعني وبالتالي يعني يثبت لنا انه فعلا محتاج او نكتشف انه لا عنده فلوس، ومثل ما حصل في كثير الحالات. زين دكتور، عشان قبل لا انتقل الى جزئيه الاسهامات الخارجيه، دائما وانت يعني لما يثقل على صندوق اعانه المرضى بهذا الامر، لكن اشعر ان البعض من يتابعنا الان من اخواننا البدون المقيمين بصوره غير قانونيه كما يسمى بالمسمى القانوني، يقول لك هل صندوق اعانه المرضى يعيننا اذا احتجنا لمثل هذا الامر؟ طبعا ما في كلام، مثل ما قلنا ما ننظر الى لا جنسيه ولا دين ولا هذا، اللي تقدم الى الـ الى الـ الى الجمعيه احنا ما لنا علاقه هو شنو وضعه. بارك الله فيك. شلون في النهايه يتقدم و يقدم المستندات المطلوبه، وكثير من اللي عندنا من فئه البدون يعني. الله يسلمك. نروح لخارج حدود الدوله. من متى الدكتور محمد يعني أشرعت في هذا الأمر عملية إغاثة والخير للغير؟ من متى بدأت جمعية صندوق إعانة المرضى التفكير في الغير؟ والله يمكن من ثانية أو ثالث سنة بعد إنشاء صندوق إعانة المرضى، لما شفنا أنه هو كذلك اللي في الخارج لهم حق علينا يعني. صح. بدأنا في مثلا مساعدة اللاجئين الأفغان وقتها أول ما في الأزمة الأفغانية، فراح وفد إلى بشاور في مخيمات اللاجئين وقدمنا شوية مساعدات، كان يمكن هذا أول عمل خارج الكويت. ثم تطور العمل بعد ذلك وأنشأنا مكتب في السودان. مكتب سنة 86 صندوق إعانة المرضى الكويتي في السودان. ما شاء الله نما وتطور وأصبح عنده مستشفيات وعنده يعني مراكز صحية، يعني نفخر أنه هو مقدم الصحة رقم 2 بعد وزارة الصحة. ملايين المرضى يعني استفادوا من الخدمات اللي قدمها مراكزنا في السودان، والآن يعني الآن مقدمين احنا على
أمانة على ذكر السودان يعني مشروع كبير جدا للوقاية من الأوبئة. ممتاز. لا يخفى على أحد الوضع في السودان الآن والنزاع اللي صاير. صحيح. والشلل اللي حاصل في الخدمات الحكومية ومنها وزارة الصحة الجزء اللي يهمنا احنا. كانت يعني مع خدمات وزارة الصحة في السنوات اللي فاتت كانت الأوبئة تحصد الآلاف من الأرواح. الآن مع عجز وزارة الصحة إيش اللي حيصير؟ فلذلك إحنا عندنا مشروع كبير في يعني مكافحة تفشي الأوبئة. يعني شرفنا أن يدخل ويانا جمعية العون مباشر بتعاون أمانة كبير. نشكرهم هنا على التعاون. وسننفذ إن شاء الله مشروع في السودان في الأيام القليلة القادمة. وربنا إن شاء الله يكتب الخير علينا. اللهم آمين. جزاهم الله خير وجزاكم الله خير دكتور. إن شاء الله الله يطرح فيكم البركة يا رب إن شاء الله. بالنسبة نفس ما تفضلت الصندوق يقوم برعاية المرضى، لكن ماذا عن الأسر المتعففة؟ هل يقوم الصندوق بكفالة هذه الأسر لربما؟ لا، إحنا يعني عندنا المرضى اللي مثل ما احنا نقول أقعدهم المرض عن طلب الرزق. نعم. هذا يعني كان يشتغل لكن لأنه مريض خلاص ما عاد السبل بينه وبين عمله، فاحنا نصرف له إعانة دائمة شهرية، وهو بعد ذلك يروح بيت الزكاة كذلك يصرفوا له إعانة، بما أن احنا الصندوق نصرف له إذن هو بيت الزكاة جزاهم الله خير كذلك يتعاونون في ذلك. فهذه الحالات الدائمة. نعم. اللي احنا نصرف لها إعانات شهرية اللي هم يعني يكونوا مثل ما احنا نسميهم أقعدهم المرض عن طلب الرزق. دكتور إذا برجع معك إلى الخارج، عملية الاختيار للمساعدات الإنسانية والطبية إنجاز التعبير بمعنى أدق للخارج، عملية أيضا يكون في رصد للموضوع، استدعاء من الجماعة هناك مثلا في الدول الشقيقة بطلب بحضوركم بمعاونتهم وعونهم، ولا شلون تكون الآلية المساعدات الخارجية دكتور؟ نعم، يعني بشكل عام يعني نوعين، النوع الكوارث صح واللي هي لا تخفى على احد بالضبط، تكون مثل زلزال تركيا الاخير مثلا. صحيح. كان لنا اسهامات لله الحمد، مثل فيضانات باكستان في اول السنه كان لنا اسهامات في الله الحمد، وهكذا الكوارث اللي قاعده تصير الان اللي قاعد يصير في السودان احنا نعتبره كارثه لان نزاع مسلح وملايين النازحين داخل السودان ومئات الالاف خارج السودان، فهذه ايضا كارثه وقس على ذلك. فالكوارث هذه احد اهداف الصندوق، مساعده متضرري الكوارث والحروب من الناحيه الصحيه ايضا، احنا هذا مجالنا. الامر الاخر اللي هو المساعدات العادية اللي نقوم فيها سنويا مثل عمليات الماء الأبيض، عمليات العيون. صح. عمليات الجراحية للمحتاجين، حفر الآبار مثل ما قلت لك، وهكذا اللي ما تتعلق بكوارث وحروب، إنما الأوضاع العادية، إنما الشعب محتاج، البلد هذا محتاج، فنقوم بتنفيذ المشاريع الصحية. دكتور أنا أرجع أقول لك أنا ما بيأثقل على جمعية صندوق إعانة المرضى، لكن أنا قاعد أحاول كثر ما أقدر أنه ما بيأخلي سؤال يسأل إلا وأنا أطرحه حتى لو كان من خلال المشاهد أو عكس قناعاتي، حتما عكس قناعات إن عدم المساعدة الغير وهذا فعل مميز وحتى ديننا يحثنا عليه، لكن البعض يقول خيرنا لنا احنا اولى، يعني عندنا نقص في الاسره، عندنا نقص مثلا في الويلتشير، عندنا نقص في ادويه، هذه المساعدات اللي تقدم للخارج ليش ما تجير للداخل؟ مثل اللي عنده مثل هذا التساؤل وهذا الفكر، شو الرد عليه دكتور محمد؟ انا اقول يعني ايام احتلال الكويت لو كان العالم فكر بهذا التفكير بارك الله فيك يعني لما وجدنا جواب يعيننا. بالضبط. العون من الله، وإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صح. وبالتالي يعني إحنا اللي داخل لهم حق علينا واللي برا لهم حق علينا. أنا الحين أذكر مرة مع وزير الصحة اليمني قال أنتوا الكويتيين يعني مساعداتكم يعني فيها شيء مميز. تبارك الله. قلت له شلون؟ قال أنتوا يعني تساعدون وما عندكم أجندة وراء مساعدتكم، تساعدون لأن في حاجة لوجه الله. وتساعدون
ما تمنون، ترى اعطيناك، ترى تذكر ذيك السنه، ترى انتم تعطون لوجه الله صح. الحمد لله، وتساعدون من غير ضجه اعلاميه بس عمشي. هذا وانتم مساعدتكم تصل الى المحتاج ما شاء الله، ما توزع يمين ويسار، توصل حق الناس المحتاجه. الحمد لله، اللهم الف الحمد لله. الله يقدركم على فعل الخير دائما يا رب. اللهم امين. على ذكر وزير الصحه اليمني، هذا كان سؤالي القادم دكتور محمد، المساعدات تروح حق اخواننا في اليمن، حق اخواننا اللاجئين السوريين، ما هي المشاريع التي تقومون فيها مع وزاره الخارجيه الكويتيه ومع السفارات الكويتيه خارج الكويت دكتور؟ نعم، في اليمن مثلا الان عندنا مشروع قاعد تحت التنفيذ الان، نعم، لإجراء العمليات الجراحية لمرضى السرطان وإجراء عمليات العيون في اليمن، وكان قبلها مشاريع والحمد لله حيستمر بعدها مشاريع بإذن الله. في سوريا مثلا احنا أنشأنا مجمع الكويت الطبي سميناه، اللي يحتوي على مستشفى، يحتوي على مركز علاج طبيعي، يحتوي على مركز أكسجين، مركز صيدلية مركزية، يعني لعلاج جميع اللي موجودين في الشمال السوري، وكذلك يعني بنك الدم ومختبر مركزي، خدمة إسعاف تخدم يعني الناس وتخدم المراكز الطبية اللي موجودة في الشمال السوري. وهكذا بالسودان مثل ما تفضل، مثل ما قلنا مساء يعني عمل كبير في السودان. وهكذا النظرة لقدام دكتور محمد، وفق هذه الاستراتيجية اللي انتم واضعينها، اكيد في بعض الامور اللي مثلا يعني احنا جايين عليك بشوي عاد بنسمع الاحتياجات اللي يطلبها جمعيه صندوق اعانه المرضى، الا ما في بعض الامور يقول والله احنا معتازين مثل هذا الشيء، نبي مساعده في هذا الجانب، نبي دعم في هذا الامر، حتما يكون في امور يحتاجها جمعيه صندوق اعانه المرضى. نعم، هو يعني نحمد الله ان يعني ان في الكويت يعني. اللهم لك الحمد لله، الف يعني حلوين اهل الكويت. اللهم لك الحمد والله صدقت فيه والله يا دكتور، اللهم لك الحمد. الحمد لله، متعاونين ويانا امانه وداعميننا، وانما يعني ما في شك ما نستغنى عن 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 استمرار الدعم، وعن يعني احيانا يعني مرضى السرطان مثلا اذا يعني زاد الدعم قضينا على قائمه الانتظار اللي موجوده. بالضبط، مرضى غسيل الكلى مثلا اذا زاد الدعم قدرنا ندخل مرضى اكثر. الحمد لله. وهكذا وقس على ذلك يعني. اهل الخير فيهم الخير لله دكتور، وانتم من اهل الخير، وجودك محبب دائما. شكرا لسعد صدرك، شكرا لحبابتك وطيبتك وخطاك السوم ساعه. جزاك الله اجر وعافيه ان شاء الله. جزاك الله خير. المؤمن دائما مصاب. لا شو بس هذه سهلات رب العالمين. دكتور محمد شكرا لوجودك معنا، رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى، ضيف رائع لموضوع رائع لجمعية إعانة المرضى أيضا، صندوق رائع أكيد يا ليلى. الله إن شاء الله دائما يقدركم على فعل الخير. دكتور محمد شرهان شكرا جزيلا لوجودك معنا. الحين نادر نروح حق زميلنا عبد اللطيف الصالح وفقرته نشوفها مع الدول إن شاء الله.